تقام ندوة عن طه حسين في معرض القاهرة الدولي للكتاب دي مسألة مهمة، لأن طه حسين نتاجه الأدبي مهم، قصته الشخصية أيضا مهمة، نوع من تحدي المستحيل، نوع من العمل في مواجهة ظروف شديدة الصعوبة والقسوة عندما يقدم للأجيال الجديدة، ده أمر مهم. يوم الخميس القادم في ندوة أخرى عن طه حسين في اتحاد الكتاب، وده يعني شيء جميل، وأنا كنت أتمنى وقلت هذا الكلام في المنصة إن كان يبقى طه حسين هو شخصية المعرض هذا العام، كنت أتمنى هذا، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. الأستاذ الدكتور طه حسين رحمه الله عميد الأدب العربي هو شخصية تستحق التوقف أمامها بين الحين والآخر لنعرف أجيالنا عن هذا الرمز الأدبي الكبير الذي استطاع أن يتحدى طبعا الإعاقة فيما يتعلق الإعاقة البصرية، وأن يكون عميدا للأدب العربي من خلال إصراره وثقته بنفسه، ومن خلال أيضا قراءاته وإصراره على أن يكون متعلما. ندوة اليوم كنا بنتحدث عن طه حسين الإنسان، طه حسين الأديب، كيف بدأ ويعني وكيف خرجنا من أو خرج من المعاناة الشديدة إلى هذا الفكر وهذا التنوير، أحد أهم أعمدة أو أحد أعمدة التنوير في العصر الحديث، صاحب مستقبل الثقافة في مصر، صاحب المؤلفات الكثيرة والكتابات العديدة التي أثرت الأدب المصري وأثرت العقلية المصرية والعربية. طبعا أنا بشكر معرض الكتاب إن هم احتفل باليوبيل الذهبي لوفاة طه حسين، واختاروا شخصية من ضمن الشخصيات الخاصة بالاحتفاء بها، لأنها طبعا شخصية تستحق وتستحق الدراسات الكثيرة، واتضح ذلك طبعا من الحضور. حضرتك يمكن شفت الحضور كان عامل إزاي ومحور الأسئلة وتساؤلاتها. فطه حسين ما اقتصرش على علم معين أو قصة أو رواية بس كتب فيها، لا، طه حسين مؤرخا، أرخ، كتب عن كتاب الشيخين، كتب كتاب على هامش السيرة، له العديد من الروايات، رائعته الخالدة طبعا دعاء القروان والمعذبون في الأرض وجنة الأشواق. بيقول لي صلاح 100,000 فرصة عشان أسيب مصر ولا عمري سبتها، عشان هي بلادي اللي بحب بجد، بحبها بكتبها وصدقها، بحب فيها طلعت الشمس تنور وشها، بحب فيها القمر طالع يغازل حسناها. صلاح جاهين حضرتك ليه دور كبير قوي في حياتنا الثقافية، وهو متعدد المواهب، من شعر الفوازير لدراما لنقد لكاريكاتير كل شيء. بالنسبة لفناننا الكبير الأستاذ حسين فهمي، طبعا دي ندوة مهمة جدا بنتكلم على دور الفنان الكبير وشاعرنا الكبير صلاح جاهين ومدى تأثيره على الحياة الثقافية المصرية وعلى الفن بوجه عام. شخصية الـ 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 المعرض، شخصية المعرض من الشخصيات القوية جدا، الشخصيات المثقفة، الشخصيات اللي أثرت في كل المثقفين وشخصية أثرت في الثقافة المصرية عامة والأدب وتكوين المجتمع المصري تكوينا سليما من خلال هذه الشخصيات المثقفة. هي ندوة جميلة واحنا حضرنا من شوية ويعني سعداء جدا اصلا احنا نشوف الفنان الكبير حسين فهمي، وكانت عن اعماله مع الكاتب صلاح جاهين، وفكرنا طبعا بكل الافلام الجميلة اللي احنا بنحبها.